ينضم إلينا من طول كرم مراسل الغد خالد بدير. خالد أهلا بك، لو تضعنا أكثر في صورة هذه الاقتحامات الإسرائيلية الليلية وكيف يتم مواجهتها؟ يعني فعليا ما نشهده في هذه اللحظات ما يشبه بالعملية العسكرية الموسعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. هنالك اقتحام لكل مناطق شمال الضفة الغربية في هذه اللحظات. جيش الاحتلال يقتحم مدن قلقيلية وطول كرم ونابلس وقرى إلى الجنوب من مدينة جنين، وكذلك أيضا مدينة طوباس. في مدينة طول كرم قوات عسكرية إضافية يدفع بها جيش الاحتلال بتعزيزات من المحور الجنوبي والجنوب شرقي وكذلك أيضا الغربي إلى وسط المدينة وكذلك أيضا إلى بلدة عتيل شمال المدينة. الهدف ضمن هذه العملية هو مداهمة محال للصرافة في وسط المدينة وكذلك أيضا في بلدة عتيل. خلال تقدم الآليات العسكرية وسط المدينة تم استهداف آليات الاحتلال بعبوة ناسفة وتندلع اشتباكات مسلحة عنيفة، وهنالك وردنا من مصادر محلية أن إصابتين على الأقل برصاص الاحتلال الإسرائيلي تم رصدهما ميدانيا في الشطر الغربي من المدينة، ولم تتمكن حتى هذه اللحظة طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين. هنالك أيضا دوي لصافرات الإنذار في مخيم نور شمس بشكل احترازي قبيل أن يكون هنالك مباغتة لتقدم آليات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه المنطقة الشرقية من مدينة طول كرم. في قلقيلية قوات الاحتلال تقتحم منذ نحو 3 ساعات للمرة الثالثة على التوالي المدينة وتدفع بتعزيزات عسكرية من المحورين الجنوبي وكذلك أيضا الشرقي للمدينة، وهنالك إصابة لشاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وهنالك نشر لقناصة الاحتلال في عدة أحياء من المدينة وسط تنفيذ حملة مداهمات داخل المنازل. لم يبلغ حتى هذه اللحظة عن اعتقالات. في مدينة طوباس قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة من المحور الشرقي للمدينة من حادث يسير دفع بها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مدينة طوباس وسط اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة للغاية، وينفذ جيش الاحتلال حملة مداهمات مستمرة في هذه اللحظات. في مدينة نابلس جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع بقوات كبيرة من حادث صرة إلى الغرب من المدينة ومن حادث 17 إلى الشمال من المدينة، حيث يتم الآن محاصرة نادي لكمال الأجسام واللياقة في الشطر الغربي من المدينة، وهنالك أنباء على أن جيش الاحتلال يطالب شاب فلسطيني بتسليم نفسه. في مناطق جنوب جنين تحديدا في مناطق يعبد عرابة وكذلك أيضا عجة كفر راعي فحمة وجبع، هذه المناطق تتعرض الآن لتحركات عسكرية كبيرة يرافقها تحليق مروحي لطائرات الأباتشي في المنطقة على ارتفاعات منخفضة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي على ما يبدو بأنه سيستهدف بطبيعة الحال تنفيذ حملة اعتقالات وفق المعطيات الميدانية الحالية. يضاف لهذه الاقتحامات في مناطق الضفة الغربية في هذه الأثناء طبعا اقتحامات في مناطق رام الله واقتحام في مدينة أريحة واقتحام في مدينة الخليل، بالتالي نتحدث عن خارطة كبيرة. لربما هذه الخارطة كانت في الأيام الأولى بعد 7 أكتوبر. خلال الفترة الماضية كنا نشهد اقتحامات لكن ليست بهذه الوتيرة المرتفعة خلال المنطقة. هنالك أنباء الآن عن اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة في محيط مدينة طبعا في محيط مدينة نابلس في هذه اللحظات مع الاقتحام الذي ينفذه الجيش الاحتلال الإسرائيلي في عدد من المناطق. الآن فعليا هنالك إطلاق نيران كثيف جدا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظات في مدينة نابلس في محيط المنطقة المستهدفة، وبطبيعة الحال الآن يريدنا أيضا إضافة إلى حملة الاقتحامات التي تستهدف محلات الصرافة مدينة طول كرم وبلدة عتيل إلى الشمال من مدينة طول كرم. أفدنا قبل قليل بأن جيش الاحتلال يداهم إحدى محلات الصرافة في مدينة طوباس بشكل واضح، على ما يبدو أن الهدف هو الوصول إلى مصادر المال الفلسطيني. يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية بأن الأذرع العسكرية والفصائل الفلسطينية
تتمكن عبر وجود تحويلات لأموال من الخارج إلى تدعيم صفوف البنية التحتية للأدرع العسكرية في مناطق الضفة الغربية. وبالتالي شهدنا منذ 7 أكتوبر وحتى هذا اليوم سلسلة اقتحامات للمدن والبلدات الفلسطينية تستهدف في جزء خاص منها محلات الصرافة. يقول وزير المالية الإسرائيلية سوميتريش بأن الهدف هو تجفيف منابع المال الفلسطيني بين قوسين على حد وصفه الإرهاب الفلسطيني. وبطبيعة الحال هذه العمليات تستهدف اعتقال العاملين، إخضاعهم للاستجواب والحصول على كشوفات متعلقة إما بعمليات التحويلات المالية المؤخرة أو حتى بالحصول على تسجيلات الكاميرات داخل محل الصرافة. وبطبيعة الحال هذه المحال يعني تخضع لإجراءات قاسية ودقيقة جدا في عمليات تحويل الأموال المتعلقة، وشهدت تشديدات كبيرة خلال الفترة الماضية بعد الحرب على قطاع غزة، وطبعا تعليمات متعلقة بعمليات الحوالات المالية. لكن على الأقل يعيدنا فيما يتعلق بالإصابتين في مدينة تولكرم التأكيدات أن هناك إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، إحداها لطفل وأخرى لشاب يبلغ من العمر 20 عاما في هذه اللحظات، بالإضافة لإصابة شاب الاحتلال. والآن تمكنت المصادر الطبية من نقل طبعا واستقبال الحالتين عبر بعد نقلهما في هذه اللحظات. هنالك اعتقال الآن أيضا كما يعني أفدنا في هذه اللحظات لشاب فلسطيني يعمل في محل في مدينة طباط، واعتقال أيضا لشاب يعمل في محل الصرافة في بلدة كفرقاعي إلى الجنوب من مدينة جنين. هي عمليات فعليا ما نشهده الآن في الضفة الغربية، عمليات متزامنة في ذات الوقت يقودها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق تولكرم ونابلس وقلقيلية وطوباس وأطراف جنوب مدينة جنين وأخرى في الخليل ورام الله، وكذلك ريحة تستهدف بشكل واضح محلات الصرافة والعاملين ضمن هذا القطاع المصرفي في الأراضي الفلسطينية وفق الاحتلال الإسرائيلي طبعا ووفق التصريحات السابقة، وليست فيما يتعلق بتعقيب على ما يحدث في هذه اللحظات. فإن الهدف لربما يبقى متوازي فيما يتعلق طبعا بعملية تجفيف ما يوصف بالمال الفلسطيني الذي يصل للأذرع العسكرية والفصائل الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية. ليلة ساخنة بطبيعة الحال تشهدها الضفة الغربية هذه اللحظات، مع استمرار تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع وطيران المروح في عدد من مناطق الضفة الغربية وأخرى تندلع بها طبعا اشتباكات مسلحة كما يحدث الآن في تولكرم. قبل قليل تمكنت المقاومة من تفجير عبوة ناسفة شديدة في الانفجار استهدفت الآليات العسكرية، وتندلع اشتباكات مسلحة هنالك في مدينة طباس، ويسمع الآن طبعا إطلاق نار كثيف في محيط البناية المحاصرة إلى الشطر الغربي من مدينة نابلس على وقع عملية الاقتحام المستمرة حتى هذه اللحظة في هذه الأثناء في عدد من مناطق الضفة الغربية التي يمثلها جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأثناء. بطبيعة الحال مزيد من المعلومات التي تصل تباعا حول طبعا اتساع رقعة المداهمات في مناطق قرى جنوب جنين في هذه اللحظات في هذه الأثناء، بالإضافة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي في طريقة التعامل كما يرد الآن من الإفادات المحلية والصحفية بأنه يقوم بخلع وتفجير بعض أبواب محلات الصرافة ليتمكن من الدخول إلى داخل هذه المحلات. وخلال طبعا هذه العملية تكون هنالك مصادرة لمبالغ مالية كبيرة جدا من داخل محلات الصرافة في مناطق عدة بالضفة الغربية. قوات الاحتلال الإسرائيلي خالد، هل سبق وأن نفذت مثل هذه العملية الموسعة من الاقتحامات الليلية في مدن وبلدات الضفة من قبل، أم أن هذا أمر نشهده الآن يعتبر غير مسبوق نسبيا؟ يعني هو ذات السيناريو نفذ سابقا حتى ما قبل 7 أكتوبر، ولكن هنالك عمليات مكثفة بعد 7 أكتوبر لربما على مدار أيام متتالية في الأشهر الستة الأخيرة
نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا السيناريو، تم استهداف محلات الصرافة في طول كرم، في مدينة جنين، وكذلك أيضا بمدينة نابلس، بطوباق، برام الله، بمناطق ترمس عية، في مدينة الخليل وفي بيت لحم وأريحة. والهدف الإسرائيلي كان واضحا، هو التجفيف منابع المال الفلسطيني بين قوسين على حد وصفه، طبعا ما يتعلق في ما يصفه بالإرهاب. وكان هنالك مصادرة لمبالغ كبيرة، أكثر من 40 مليون شيكل، أي ما يعادل 15 مليون دولار، تم مصادرتها خلال العمليات السابقة بعد 7 أكتوبر. بطبيعة الحال هذا السيناريو كان يحدث بصورة يعني ليست بالكبيرة في مناطق الضفة الغربية، لكن تتسع هذه الرقعة الآن بعملية متزامنة كما نشهد الآن نبيل. لا نتحدث فقط عن طول كرم واعتقال عاملين إلى الجنوب من مدينة جنين، مداهمة في طوباس، مداهمة في قلقيلية، مداهمة في مناطق طبعا طول كرم ونابلس، وكذلك أيضا مناطق في الخليل وعدد من مناطق الضفة الغربية. وبالتالي يبدو هدف واضح هو يعني في ظل الضائقة أساسا المالية التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية، والضائقة التي يتعرض لها الشارع الفلسطيني في ظل يعني وجود أكثر من 300,000 فلسطيني عاطل عن العمل وفق إحصائيات جهاز الإحصاء المركزي، والأوضاع الاقتصادية مزيد من الضغط الاقتصادي على الشارع الفلسطيني، بطبيعة الحال على المستوى الأمن الإسرائيلي ينظر إليها بأنها خطوة خطيرة قد تؤدي إلى انفجار الضفة الغربية بشكل كامل، على الرغم من كل المحاولات لتحييدها من الانخراط بشكل شامل في إطار المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا بعد 7 أكتوبر. بكل تأكيد سوف نتابع معك أي تطورات، بما أن الأحداث يبدو بأنها سوف تتطور، ونحن نتابع هذه الاقتحامات في ساعاتها الأولى.